السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم الفيديو رح يحكي عن طريقة إضافة طريقة دفع بجوجل أدسنس. يعني كل مين بده يضيف رقم حساب بنكي مشان تجي الدفعات بجوجل أدسنس على حسابه، هذا الفيديو إن شاء الله رح يفيدكم بهذا الموضوع. رح نشرح خطوة بخطوة إن شاء الله من البداية حتى النهاية. ما رح أطول عليكم، من فضلكم اللي عم يشوف فيديو عندي جديد للقناة اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، هلا اول شغله رح نساويها رح نفوت على جوجل ادسنس، بنحط هيك على جوجل ادسنس. تمام، بعد ما نحط على جوجل ادسنس بنفوت على الحساب تبعنا، هون مكتوب انميلدون جوجل ادسنس، تسجيل دخول على جوجل ادسنس. تمام، بنحط على هي الثلاث نقاط اللي هون مثل ما حكينا، نعملها على سطح المكتب، تكون سطح المكتب، حط إشارة صح هون. تمام، بعدين هلأ منفوت على هدول الثلاث خطوط اللي فوق شايفينهم، منكبس عليهم، منفوت على كلمة الدفعات، بعدين منحط على، نعمل هيك بيطلع لنا هدول هيك شايفين. هلأ هون في عنا كلمة إضافة طريقة دفع. تمام، هلأ منكبس عليها، راح احط المعلومات تبع البيانات البنك تبعي وارجع لكم ثواني. هلا حطيت البيانات تبع البنك تبعي، حطيت هون عندي فوق الاسم كامل مثل ما موجود على بطاقه البنك. كيف موجود على بطاقه البنك؟ بتحطه على بطاقه البنك، وتحت عندي هون حطيت رقم الحساب اللي هو بيجي ايبان. تمام، وحطيت هلا هون الرقم بتاع اللي تحتاني اللي هو البي اي تي، هذول ثلاث معلومات حطيتهم. بعد ما احط كل المعلومات هاي بقول له هون عندي حفظ، وبنفس الوقت بتفوتوا على الايميل تبعكم بتلاقوا بعثوا لكم ايميل اللي هو هاد موجود هون عندنا، الايميل شايفينه مكتوب فيه هون اثبات ملكيه حسابك المصرفي. يعني هون عم يقولوا لك لقد اضفت حساب مصرفي، رقم الحساب كذا كذا وكذا، يجب اثبات ملكيه الحساب المصرفي هذا لتتمكن من استخدامه. اولا يرجى مراجعه عمليه التحويل في حسابك المصرفي بحثا عن يعني انه خلال 3 ايام انه في ايداع تجريبي رح يحطوه بحسابي مشان يتاكدوا انه هذا الحساب اللي انا حطيته هو رقم حسابي. تمام، تمام يا جماعه. هلا انا انتظرت، قالوا لي لازم استنى 48 ساعه مشان يبعثوا لي الرصيد التاكيدي على حساب البنك تبعي اللي انا حطيته، مشان انا فوت كمل عملية إثبات ملكية الحساب تبعي. تمام، مثل ما كنتم شايفين هون شو مكتوب عندي، مكتوب لم تكمل عملية إثبات ملكية حساب مصرفي. يعني أنا لسه ما كملت عملية الإثبات الحساب اللي أنا ضفته، فهن قالوا لي استنى لحتى نحن نضيف لك رصيد بحسابك البنكي مشان أنت تفوت وتحطه عندك هون بالمعلومات وتكمل عملية إثبات الملكية. هلا أنا بعتوا لي المبلغ التجريبي بيحطه بالبنك، فأنا هلا رح أساوي الطريقة نكمل تأكيد الحساب كامل 100% إن شاء الله. هلا لازم نكبس على إثبات الملكية، شايفينها رح أكبس عليها. لحظة لحظة لحظة، سامحوني على المقاطعة، إذا سمحتوا بالله عليكم اشتركوا بالقناة واعملوا لايك وشاركوا الفيديو. والله يا جماعة أنتوا شايفين الفيديوهات، يعني أنا ما عم منكم، هذا شغلي أوكي أنا عم بشتغله، بس والله عم بتعب على الفيديوهات وعم بشتغل عليها، ومثل ما كن شايفين عم نقدم شيء ان شاء الله الكل يستفاد منه. اذا انتم جداد عندي بالقناه ما لكم مشتركين، اذا سمحتوا اشتركوا بالقناه، ما رح ياثر عليكم شيء صدقوني، وانتم ان شاء الله حتستفادوا. عندي كتير معلومات عم نزلها عن هالمواضيع كلها تبع اليوتيوب والادسنس والحياه وكل شيء، فسامحوني على المقاطعه، بالله عليكم ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن مشاهدات. يلا خلينا نكمل.
فرجوا شو عطاني هون. عم يقول لي التحقق من ايداع من جوجل. هلا انا شو عايلي لي هون؟ يرجى البحث عن مبلغ يقل عن 0.25 سنت تم ايداعه في 25 اكتوبر 2021 او في تاريخ قريب منه. يعني عم يقولوا لي المبلغ اللي احنا حطينا لك اياه بحسابك لازم تفوت انت هلا هون وتحطه، بعدين تقول له تحقق مشان احنا نتاكد انه مزبوط نحن المبلغ اللي بعتنا لك على حسابك. يعني المبلغ اللي بيكون بعتينه على حسابكم بتفوتوا بتحطوه انتوا هون، تمام؟ هلا رح احط انا المبلغ، نكبس هون، شوف هاي تحديد المبلغ، نكبس عليها، شايفين حاطين 1 سنت 2 سنت 3 4 5 اللي هو الى اخره، حاطين ال 24 سنت. فانت شو الرقم اللي حط اللي بعتوا لك اياه حطوا لك اياه بحسابك بالبنك بتحطه هون، تمام؟ هلا رح احط انا الرقم اللي بعتوا لي اياه على حسابي، تمام. بعد ما حطيت الرقم هلا لازم اقول له بقى انا هون تحقق مشان اكد عمليه تاكيد الحساب. بنقول له تحقق تم التحقق من حسابك المصرفي، اصبح حساب مصرفي رقمه كذا جاهز للاستخدام. هلا هون بقول له حسنا، راحت الرساله الحمراء، تم اثبات الحساب الحمد لله. مثل ما كنتم شايفين هون كان الحساب عنا معلق، هلا تم اثبات الحساب الحمد لله. بالاضافه انه بعثوا لي ايميل، لنشوف شو الايميل اللي بعثوا لي اياه، تفرجوا شو بعثوا لي. بعثوا لي فورا تم اثبات ملكيه حسابك المصرفي، يمكنك الان اجراء دفعات تتلقيها من حسابك المصرفي. الحمد لله بعد عناء طويل جدا الحمد لله تم تأكيد الحساب. طبعا أنا في مشكلة صارت معي وقت أنا كنت بدي أضيف إضافة طريقة الدفع، صارت معي المشكلة وتميت 3 أيام وأنا عم تواصل متراسل معهم شركة جوجل وشركة يوتيوب لحتى الحمد لله انحلت المشكلة تبع هذا الموضوع. اللي بيحب يعرف شو المشكلة مشان إذا مرت عليه الفكرة هاي رح حط لكم الرابط بالوصف تبع المشكلة اللي صارت معي وأنا عم ضيف الحساب، تمام؟ رح حط لكم الرابط بالوصف إذا بتحبوا شوفوا الفيديو، لربما لا سمح الله مرقت معكم المشكلة، الحل موجود عنا تحت بإذن الله، تمام حبايبي؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.